التسعينات المغرب كان عنده واحد المشكل كبير، المشكل اللي كان عنده انه الضوء دغيا كان كيتقطع عليه، لانه كان كيعول بزاف على الضوء الناتج على السدود، والسدود الى نقص فيهم الماء تينقص الضوء وكيتقطع الغفله. اشنو فكر؟ خاصني محطه ديال الغاز، انه دغيا كديماري وكتشعل وكتعتق الموقف. تفكر انه يدار انبوب غاز ما بين الجزائر والصباليون، والمغرب غادي يستافد من واحد 7% ديال حقوق العبور، ياخذ نص ديالها غاز والنص ديالها فلوس، قال غادي نصوب 4 ديال المحطات ديال انتاج الكهرباء اللي كتخدم بالغاز الطبيعي. محطه ديال العين بني مطهر اللي جات حدا وجده، محطه ديال تهدارت اللي كاينه في طنجه، ومحطه في المحمديه، ومحطه في القنيطره. وفي عام 1994 سدوا الحدود ما بين المغرب والجزائر، والعلاقه بدات كتوت. هنا المغرب قال هدا ويدير واحد التعديل التقني من اللي المحطات ديال القنيطره والمحمديه الله كيتبناو باش يوليو يخدموا بالغاز الطبيعي والفيول الا بغاو. كيف ما كان متوقع، عمر هاد المحطات خدموا بالغاز الطبيعي الى حد الان.